طلب مدير مستشفى الشرقات العام توفير المزيد من الحماية للمؤسسات الصحية، وذلك بعد اعتداء مجموعة من الأشخاص على الملك الطبي وتدمير عدد من الأجهزة الطبية المهمة، وذلك بعد وفاة مريض وإبلاغ ذويه رغم إجراء الإسعافات اللازمة له. الحادث كان مريض من أهل منطقة الشرقاط، يعاني من ألم صدر حاد، تم استقباله في الساعة 12 ليلاً وتم إجراء إسعافات الأولية له، وفي الساعة 2:45 مساء تم تدهور حالة المريض وتم عمل له الإنعاش الرئوي والقلبي ولكن دون جدوى، وقد خسرنا المريض للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتغمده ويدخله في سياح جناته. لكن عندما تم تبليغ ذوي المريض بوفاة المريض، تم التعدي من قبل ذوي المريض على الكادر الطبي من ضمنهم المقيم الدوري دكتور كمال، وتعدي على الأجهزة الطبية داخل الطوارئ وعلى أثاث الطوارئ، وتم كسر باب غرفة الطبيب، تم كسر جهاز إنعاش القلب اللي هو الديس يسمونه، وما أدى إلى خلل واضح في داخل الطوارئ، وتم استدعاء الشرطة، ولكن للأسف تم الاعتداء على الشرطة من قبل ذوي المريض كذلك. وتم الاتصال بقاضي الشرقاط وتم التدخل السريع وجلب مفرزة وتم اعتقال 4 من ذوي المريض. يوجد حماية لكن نطالب تعزيز هذه الحماية. الموقف طبعا احنا هذا الشيء اللي صار البارحة هو ما أول مرة يصير لا بمستشفانا ولا بمستشفيات العراق. المريض نتيجة مضاعفات اللي هو شيء طبيعي ممكن يصير بأي مريض ذبحة، صار عنده ارتجاف أذيني. قاموا الشباب بالإجراءات، دكتور كمال يوسف عبد الجبار ودكتور يوسف مهدي ضايع، اثنينهم كانوا ويا المريض، قاموا باجراءات الانعاش القلب الرئوي والمريض توفى. رغم هذا امر الله. اللي صار بعده انه اهل المريض شفتم انتم، تفلشت المستشفى، لاض الباب، اجهزه انعاش قلبي، جهاز صدمه كهربائي تفلش، تعدي حتى على الشرطي انضرب بعينه، دكتور كمال ايضا ضربوه على صدره، ويعني سوى فوضى بالمستشفى فظيعه. بعد ما صار هذا الحادث بالمستشفى وكملنا الاجراءات مع المريض، وصلتنا سياره قالبه على طريق بغداد، جايين عائله من بغداد طالعين لدور، وصلوا 2 ميتين، نزف داخل الدماغ، كسر بالحوض، 5 عائله. هذول لو وصلوا بلحظه المشاجره اللي صارت والتهجم اللي صار على المستشفى، كان احنا فقدنا 2 الاخ من هاي العائله. ونحن البارحة خفارة، والكل يعرف الخفارة، يظل بيها طبيب واحد مستشفى بيريفري ومنطقة قضاء. نحن البارحة 4 أطباء إلى 8 الصبح ما فضت الطوارئ. هذا كله طبعا هذا ما تفضلا، هذا واجبنا وشغلنا. نطالب أولا تصير القانون حماية الأطباء، كل مريض أخذ العلاج يعني استعدل أموره، ورا ساعتين أنه تخربط، ساعة 2:40 تقريبا وقبله تخربط. أنا كنت موجود قريب، وصلته سوينا الانعاش القلبي الرئوي، وصلته هو يعني دا يتخربط، مو ميت مثل ما يقال بقية وسائل التواصل الاجتماعي. واحنا ما واقفين هنا حتى نفقد، يعني لا عندي عداوة ويا مريض او شيء حتى اقتله، انا واقف خدمة للناس اللي يجونه.